بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تعلن في مساء هذا اليوم الخاصة للأبكار الصعوب، الشوط الخامس بالنسبة للصعوب. نسير وياكم إلى المقدمة. وعد حمد بسهيل بالحطم العامري استفتحت إذاعة هذا الشوط، تليها الشاهينية عيضة بن صالح الصيعري على المركز الثاني. إذا وصل للمركز الثالث يحضر بن سودين بنوضة، علي بن محمد بن سودين من يقدم نوضة على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع تحضر حلوة، وحلوة المطر بالشرقي العامري من يقدم حلوة. والمركز الخامس دخول على المركز الخامس من الشاهينية، وتعود ملكية الشاهينية عوض بن خليفة بن عوض بالكيلة العامري، لكن ينخطف مباشرة من الشاهينية. أجود بن عويضة الكربي غيرت وخذت المركز الرابع. هكذا الندى، هكذا المسار للخمس المراكز الأولى. يا سلام يا سلام، حمد بن سهيل بالحطم العامري. وعد غيرت سيطرة وعد على المركز الأول، السيطرة التامة على مقدمة هذا الشوط. تبغي تسجل سوبر هاتريك في مساء هذا اليوم، ثلاث نقاط بختام ذهبي مع سيوف. هذه وعد تتأمل تسجل الحضور الرابع لمالك هذا الشعار. لكن أجود بن عويض الكربي، يا سلام، قادم الشاهينية. أجود بن عويض الكربي لابد من الحضور. يا أجود يا بن عويضة يا الكربي، شاهينية وصلت وخذت المركز الثاني. وعد والشاهينية. يا سلام يا هل ترى بالحطم يصمد ويسجل النقطة الرابعة. أم كلام آخر لأجود بن عويضة الكربي، حلو الناموس يا أجود وتجيب نقطة في مساء هذا اليوم. لكن خلاص، خيرها في غيرها، الآمال بدأت تبعد شيئا فشيئا مع بالحطم، وللمرة الرابعة على التوالي تهانينا والناموس لحمد بن سهيل بالحطم العامري. سلام يا الهير للمرة الرابعة على التوالي. مشكور يا حمد يا بن سهيل يا بالحطم. الثاني لأجود بن عويضة الكربي، المركز الثالث لعيضة بن صالح الصيعري. التوقيت 2:26. تهانينا لمالك وعد حمد بن سهيل بالحطم العامري.